تعرضت الخيانة الزوجية، حصلت راجلي مع صاحبتي. كنسمع حتى ديك الممارسة ديالهم، كنسمعها كلشي كنسمعه. ما هو حكموا عليه بالبراءة، مع العلم أنها هي دايرة لي الاغتصاب وأنا دايرة لي الخيانة الزوجية. هي قالت لهم اغتصبني بالقوة وأنا دايرة لي الخيانة الزوجية. ما تشد لا في الاغتصاب، ما تشد لا في الخيانة الزوجية. حكموا عليه بالبراءة. كيفاش البراءة؟ ما فهمتش. حسبي الله ونعم الوكيل. حكموا عليا أنا بثلاث شهور ديال الحبس السورسي، ونعطي 5000 درهم. نعطاها هي 3000 درهم و2000 درهم الصندوق. وحكموا عليها هي بست شهور ديال الحبس النافذة، وتعطيني أنا 2.5 مليون، وتعطي الدول الصندوق ما عرفتش شحال. ما بقيتش عاقلة، هزيت 5 الوليدات والشنطة وهربت. خليت سمحتي علي في كل شيء، سمحت في الماء، في الفلوس، سمحت في الحوايج، سمحت في الفراش، سمحت في كل شيء. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم غادي نقدم لكم راسي. معكم هند الوالي، 29 سنة، عندي 5 ديال الوليدات. المهم أنا خوتي اللي كنت تعرضت الخيانة الزوجية، حصلت راجلي مع صاحبتي. المهم كيف ما تنقول ديما، واحد الصدمة اللي واخا نعيا ما نعاود لكم عليها، ما تخيلوهاش والله. تمام، صدمة خايبة ما نبغيهاش شي واحد. قصة ديالي أخويا، أنا حصلت راجلي مع صاحبتي، صدمت واحد الصدمة كما قلت لكم خايبة، هزيت 5 الوليدات والشنطة وهربت. خليت سمحتي علي في كل شيء، سمحت في الماء، في الفلوس، سمحت في الحوايج، سمحت في الفراش، سمحت في كل شيء. قررت أنني نعيش بكرامتي، وجيت سكنت في سلا، كريت في سلا، بديت الحمد لله كنوقف على رجلي بشوية بشوية. خدمت ب50 درهم في النهار على وليداتي، خدمت في المسمن والحرشة على وليداتي. المهم يعني تعذبت على وليداتي، ولكن الحمد لله على كل حال فضلت أنني نعيش هكذا ونعيش بكرامتي، ولا نعيش في الخير وفي كل شيء عندي، ونعيش مدلولة ونعيش في الإهانات. وما دي قصة يا أخويا. أشنو طرا؟ ما حسيت براسي ما تنصفتش، دوك الدراري ما تنصفوش. يعني مني قلت علاش غادي نهرب، خاصني نلتجئ للقانون. فاش التجئت للقانون هي دخلت للحبس، حكموا عليها بالحكم. أنا تصدمت فيه، حكموا عليا أنا بثلاث شهور ديال الحبس السورسي بتهمة التشهير، حيت شوهتهم في القناة ديالي. وحكموا عليها هي بست شهور ديال الحبس نافذة، وتعطيني أنا 2.5 مليون. وهو حكموا عليه بالبراءة. أنا كنت أخوتي درت لهم واحد الابليكاسيون كانت جسس عليهم، حتى كنت تفاجأ أنا واحد، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. حتى كنت تفاجأ أنا، يعني كنسمع حتى ديك الممارسة ديالهم كنسمعها، كل شيء كنسمعه. ما واحد تخيل دابا مني كيطلع لي الدم، كنخدم داك الاوديو ما نكذبش عليك، زعما كنت كنقول انا راه ماشي صحبة هذه. وهو كنت كنقول انا 15 عام وانا عايشه مع هذا السيد هذا. وهذوك الاوديوات اللي سجلت وهما اللي حطيت في القناه ديالي، وهما بسببهم باش حكموا عليا بثلاث شهور الحبس السورسي، يعني تهمه التشهير. ما ولي بغى يعرف التفاصيل اخويا غير يدخل عندي القناه ديالي اللي هي وصفه ام وسام، وديك ساعه غيشوف كل شيء على عينيه. ما نكذبش عليك، فاش تصرفت هزيت ولادي وهربت، ما قدرتش نشوف ليهم في وجوههم، يعني رغم انني انا ما دايرش شي حاجه، راهما اللي ما يشوفوش في وجهي. صافي هزيت ولادي 5 الاولاد وشنطه وهربت، جيت لسلا. حتى دازت 3 شهور، جلست في سلا 3 شهور، عاد جات عندي ماما قلت ما غاديش نبقى هاربه، هما اللي هربوا، قلت خاصني نمشي نرجع نواجه المشكل ديالي. وفاش رجعت اخوتي، رجعت نهار السبت 2 الصباح في المحكمه، مشيت عند البوليس دعيتهم، عيطوا ليها هي اعترفات، يعني ما اعترفات، ما لقوش معاها مشكل، شدوها ديك الساعه ما تلقوهاش، حيت الاعتراف ديالها زائد دوك الدلائل اللي ديت انا شدوها. وهو قال لهم داك الصوت ماشي ديالي. المهم بقى 4 ايام من بعد تشد، تاكد ان الصوت ديالو وتشد في الحبس، بقاو 20 يوم في الحبس. حتى كنت تفاجأ أن الحكم غادي تنطق مني، مشيت فاش شفت الحكم أنا دارت بيا الدنيا. حكموا عليا أنا بثلاث شهور ديال الحبس السورسي، ونعطي 5000 درهم. نعطاها هي 3000 درهم و2000 درهم الصندوق. وحكموا عليها هي بست شهور ديال الحبس النافذة، وتعطيني أنا 2.5 مليون، وتعطي الدول الصندوق ما عرفتش شحال، ما بقيتش عاقلة. وهو حكموا عليه بالبراءة. لا باقي ما خلصتش. هو حكموا عليه بالبراءة، مع العلم أنها هي دايرة لي الاغتصاب وانا دايره لي الخيانه الزوجيه. هي قالت لي مغتصبني بالقوه وانا دايره لي الخيانه الزوجيه. ما تشد لا في الاغتصاب، ما تشد لا في الخيانه الزوجيه. حكموا عليه بالبراءه. كيفاش البراءه؟ ما فهمتش. حسبي الله ونعم الوكيل. اش غادي نقول لك انا؟ الا هضرت غادي نتعاقب، وليت كنخاف نهضر. الا هضرت غادي نمشي للحبس كيف ما تيقولوا لي.
هذاك الشيء علاش الدعوه لله سبحانه وتعالى. اي واحد كان ساهم في هذا الشيء ديالي في هذا الشيء اللي وقع لي ما نسمحش لي حتى الغدا امام الله، حسبي الله ونعم الوكيل. واللي زاد الطين بال اخويا انها هي دوزت من ديك 6 شهور غير 3 شهور الحبس، حتى كنتفاجئ انها خرجت البارح. خرجت كيفاش خرجت ما فهمتش، يعني محكومه ب 6 شهور الحبس ودوزت غير 3 شهور وخرجت ما عرفتش علاش. وانا دوزت يعني 3 شهور الحبس كامله يعني موقوفه التنفيذ، وهي ما فهمتش علاش، ما فهمت والو حق الله، ما فهمتش شنو هذا الحكم هذا، ما فهمت والو. حسبي الله ونعم الوكيل. وغدا امام الله راه ما نسمح لي ولا في الدنيا ولا في الاخره. النفسيه ديالي يعني بديت كنقول صافي، يعني ما تنصفتش هنا، غادي تنصف غدا امام الله. جمعت الوقفه وكنخدم على قناتي وكنخدم مع وليداتي وبادي الحمد لله. عطاني بابا دابا واحد الدويره هنايا ساكنه فيها، بعد تهنيت من الكرا، تهنيت بعدا من الكرا، وداكشي اللي قسم الله انا كنعيش به انا وليداتي الحمد لله على كل حال. الله ما كيصرف على وليداته لا نفقه. تخيل حتى المدرسه قسما بالله الا يلاه، وثلاث ايام دابا باش دخلوا ولادي المدرسه، حتى السنه الدراسيه ديال المدرسه قربت تسالي، الحس سميتو السنه الاولى الدوره الاولى قربت تسالي، عاد هو عطاهم انتقال. ولادي ما كانوش يقراو، ولادي لا نفقه، ولادي لا حوايج، لا شي حاجه، ما فهمت والو. كنلتجئ للقانون لا حياه لمن تنادي، كنلتجئ للناس ما كاينش اللي يدخل بخيط بيض. عطي لولادك انتقال ولا عطي لولادك الحوايج ديالهم ولا ما كاينش. خويا اش غادي نقول لك، كيف ما قلت لك انا راه عندي واحد القناه في اليوتيوب الحمد لله كنتخلص منه، واخا داك الشيء قليل ولكن الحمد لله، مع العلم انني ما كارياش، اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطوع. وكنتمنى خوتي المغاربه انهم يدخلوا لعندي القناه ديالي اللي هي وصفه ام وسام، ويدعموني ويبارطاجيوها مع الناس اللي كيعرفوا، حيت المسؤوليه ديال 5 الاولاد راه ماشي سهله اخويا، زعما ما نكذبش عليك والله، ولكن الحمد لله على كل حال. المؤمن مصاب وهذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. الرساله ديالي اخويا كنشكركم بزاف، حيت لو كان ما كنتوش نتوما ما كنتش غادي نكون انا. الحمد لله دعموني الناس يعني ماديا ومعنويا، ودخلوا عندي القناه ديالي فرحوني، زعما ما نكذبش عليكم، واحد الاحساس ما تصغروش. ربي ما كيسد باب حتى كيحل البيبان، حل لي واحد البيبان ما كنتش كنحلم بيهم. ودابا خوتي انا رابطه امل كبير عليكم انكم تبارطاجيو القناه ديالي، دخلوا عندي القناه اللي هي وصفات ام وسام، ودعموني وتبارطاجيو القناه ديالي باش تكبر ان شاء الله، باش نعيش دوك الوليدات بالعيش الكريم. بغيت نعيش وليداتي بالحلال، ما بغيتش نمشي للحرام. والله كنتسنى منكم انكم تعاونوني، الله يرحم لكم الوالدين. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.